عليكم، ازيكم من سنة تالتة؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن وفي احسن حال يا رب. انا اسراء مجدي، معاكم من الفرقة خمسة جديد، وان شاء الله هنتكلم عن محاضرة بعنوان الكلينيكال ترايلز او التجارب السريرية. مين فينا ما بيسمعش في الاخبار اليومين دول عن حاجة بعنوان لقاح كورونا وصل الى مرحلة التجارب السريرية؟ ايه ده، معناها ايه؟ ده الكلام اللي هنعرفه النهاردة، وازاي المرحلة دي بتحصل. بس قبل ما نوصل لمرحلة التجارب السريرية، تفتكروا وصلوا للقاح كده مرة واحدة قالوا هنعمل التجارب السريرية، ولا قبلها شوية حاجات؟ لا، قبلها شوية حاجات. تفتكروا ايه عملوا؟ اكيد دوروا وبحثوا وشافوا الدواء او اللقاح، او الدواء ممكن او اللقاح ممكن يتكون من ايه، وقعدوا يدرسوا ويعملوا ريسيرش كده بسيط وحلو لحد ما يوصلوا للمرحلة دي. فالمرحلة دي بيسبقها ايه؟ بيسبقها ريسيرش، وبعدين يحصل الكلينيكال ترايلز. طب ايه اللي بيحصل اصلا في الكلينيكال ترايلز؟ الكلينيكال ترايلز ديت عبارة عن اني انفستيجيشن، انا هدخل وادور واشوف. انفستيجيشن دي بتحصل ازاي او بتحصل فين؟ الانفستيجيشن دي لازم أن تكون منظمة جدا. يعني ايه منظمة؟ يعني سيستماتيك، لازم أن تكون منظمة بخطوات معينة مدروسة ومعروف انا هعمل ايه بالظبط. لازم أن تكون تحت اخلاق البحث العلمي، اخلاقيات البحث العلمي، لازم أن تكون ethically، فهي systematic ethically designed مترتبة investigation عشان ادور على الدرج جديد اللي انا هعمله، او اللقاح او الفاكسين اللي انا هعمله، هل هيكون سيف وافكتيف ولا لا. طيب سيف ماشي فهمناها، طب افكتيف، هل الافكتيف دي كلمة وخلاص هقولها وخلاص؟ لا، افكتيف ديت عشان اقول افكتيف لازم اقارنه بحاجة قبلها. يعني مثلا واحد اكبر من اتنين، فانا عرفت ان واحد اكبر من اتنين عشان قارنته باتنين. فافكتيف بالنسبة لايه؟ بالنسبة لان ممكن ما يكونش فيه دواء عالج المرض ده خالص، او زي الفاكسين بتاع كورونا، مفيش فاكسين قبله خالص، او في دواء اصلا قديم بس الدواء القديم دوت مش قد كده. فانا عشان اعمل دواء جديد لازم اقارن الاول بالدواء القديم، او كان عندي حاجة او مش حاجة. فعشان الايم بتاع السبجكت دي كلها ان انا اعمل كومبير الريسبونس مع بتاعت النيو تريتمنت بالنسبة لحاجة كانت قبل كده. طب لو ما كانش في حاجة قبل كده ايه؟ قال لا خلاص ادي بلاسيبو. يعني ايه بلاسيبو؟ يعني حاجة اصلا ما لهاش لازمة، يعني ايه دواء مش ملوش فارماكولوجيكال اكشن. فانا قارنتها بحاجة زي الصفر كده. فدي كلها في مرحلة اكتشاف نيو دراج. طيب احنا في مرحلة النيو دراج بنجرب تجارب سريرية، اكيد بنجرب على انسان صح؟ او على متطوعين او على مرضى. ازاي المرضى دول اضمن ان حقوق المرضى دول يكونوا محفوظة؟ عشان امشي ايسكالي بقى، احنا اتفقنا ان احنا نمشي ايسكالي. عشان امشي ايسكالي لازم اتأكد من ثلاث حاجات، او اصلا ده اصلا النظام بتاعهم. قبل ما تقدم لمن انت تعمل مرحلة كلينيكال وتجرب تحط ايدك في بني ادم او تديله دواء غير معروف، لازم تعمل البروتوكول. تعمل البروتوكول كده وتقول انا هعمل كذا وهعمل كذا ومش عارف ايه، وتبعته للمنظمة، والمنظمات بتاعت اخلاقيات البحث العلمي، والمنظمة تقبل اللي انت هتعمله او ما تقبلش، او شايف ان انت مش اثكلي. لو اثكلي يبقى ما تكملش. المنظمة وافقت، اتعملت ابروفال للبروتوكول اللي انت عملته، فكده احنا قدرنا نحافظ على الرايت بتاع البيشنت، حق المريض، او ايه انفورمد كونسنت. انا كدكتور او انا كمنظمة او انا كشركة عايزة اجرب دواء جديد، لازما المريض يبقى عنده كونسنت، عنده موافقته. بعد ده كله بنعمل ريفيو ومراجعة، مجلس كده يعمل ريفيو للحاجات اللي احنا عملناها، الستبس اللي احنا عملناها، هل طبقنا البروتوكول ولا لا، هل خدنا كونسنت من المريض ولا لا. فازاي اصلا البيشنت يضمن، او اي متطوع، اي متطوع في مرحلة التجارب السريرية يضمن حقوقه، ويضمن ان هو فعلا حقوقه محمية. اول حاجة، في عندنا لجنة اخلاقية البحث العلمي بتوافق على البروتوكول الشركة او الشخص مقدمه اللي عشان يعمل دواء جديد. لازم ناخد من المريض لازم تاخد منه كونسنت، لازم يتراجع على الاجراءات دي كلها، ريفيو بوردز. طيب ايه هو الكونسنت؟ اللي هو الكونسنت بس ديت، يعني مثلا قابلت المتطوعين وقلت لهم يا جماعه احنا عايزينكم عشان نعمل لقاح للكورونا، موافقين ولا مش موافقين؟ قالوا لي موافقين. فبعدين خدتهم ورحت عملت عليهم التجربه. لا مش كده خالص، الدنيا مش بتمشي كده خالص. الكونسنت
يعني انا الاول كمنظمه او اي حاجه هتجرب حاجه جديده، لا هتيجي قدام المتطوعين وتخبط وتقول لهم على كل الاسبكت بتاع الدراج ده متوقع يعالج ايه، ومتوقع يعالج ايه ازاي، متوقع المده هيعالجها في قد ايه، وهل هو متوقع يبقى ليه سايد افكت ولا لا، والمتوقع له الحق وله القدره له الحريه التامه في انه يقبل ده او ما يقبلوش. قبل ده خلاص يبقى اداني كونسنت ان هو قبل وخلاص وتمام مش معايا هيشتغل، ما قبلش خلاص له الحريه ان هو ما يكملش معايا. فايه الانفورمد كونسنت؟ يعني البروسيس السبجكت اللي هيتعمل عليه المشروع فولنتري بارادته الحره، يكونفيرم ياكد على رغبته ان هو بارتيسيبيت في الترايل دي. بس لازم قبل ما ياكد على رغبته اكون انا قايله على كل الاسبكت بتاعت الدراج، متوقع السايد افكت تبقى ايه، متوقع المده بتاعت العلاج او الريسيرش او المرحله بتاعت الكلينيكال ترايلز تبقى دي، كل ده مفهم الفولنتير اللي معايا كل حاجه، مش واخده كده عميان. البايس بقى، قبل ما ندخل في البايس احنا كنا بنتكلم في ايه، بنتكلم كلينيكال ترايلز او مرحله تجارب سريريه. انا بعمل ايه؟ تجارب، تجربه ديت هل التجربه ديت متوقع ان هي تبقى صح بنسبه 100%؟ لا، اي تجربه في الدنيا ما كنا بنعمل في معامل الكيمياء حتى متوقع ان يطلع فيه نسبه من الخطا. نسبه من الخطا ديت بنسميها بايس، عندنا احنا بقى بنسميها بايس. هي البايس دي معناها ايه اصلا بالانجليزي؟ بايس يعني حاجه ايه، نزعه، محاباه، انا جيت على حساب حد وانا مش واخد حاجه كده، انفولنتري جوايا، غلط في النظام، اظهرت غلط في النظام فطلعت لي ايرور في العينه. طيب هل الايرور اللي بيطلع ده ممكن اقلله مثلا لو كبرت العينه؟ يعني احنا مثلا لو عارفين ان احنا مثلا بنجيب غلطت مثلا جبت 9 من 10 في الامتحان لان غلطت غلطه واحده، طيب لو مثلا قول لي انت لو جبت 100 سؤال انا مش هغلط الا غلطه واحده فاجيب 99%، 99 احسن من 9، 9 يعني 90% لكن 99 اكبر، فايه، فالنسبه بتاعت الخطا بتقل عندي لو زودت الاسئله. كذلك في التجارب، اي تجربه معروف ان انا لو زودت عدد السامبل او عدد العينه الخطا اللي موجود فيها بيقل. طب هل البايس ده بيقل لو زودت عدد العينه؟ للاسف لا، لان البايس ده مش سبب كده وخلاص، لا هو سبب اصلا في النظام اللي انا شغال بيه. يعني ايه؟ يعني مثلا اي حد عنده محاباه او حاجه طلعت غصب عننا مش عارفين حصلت ازاي، حصلت في السيستم. طيب ازاي امنع البايس ديت او الخطا في السيستم ما يحصلش؟ ان انا اكون مظبط السيستم بتاعي، ان انا اكون الكلينيكال ترايلز بتاعتي او الكلينيكال ستادي بتاعتي تكون منظمه ومتسيستمه. عايزين ننظمها ونسيستمها ازاي؟ بثلاث خطوات او ثلاث كلمات بالظبط: كنترولد، راندمايزد، دبل بلايند. يعني ايه؟ يعني ايه كنترولد؟ يعني ايه راندمايزد؟ يعني ايه دبل بلايند؟ اول حاجه اتفقنا في الاول خالص قلنا ان انا عايزين اعمل كلينيكال ترايلز وعشان اقارن اقول واحد اكبر من اتنين يبقى لازم يبقى فيه عندي حاجه اقارن بيها، اشوف الدواء دوت افكت او هو هيعالج بالنسبه لدواء قديم او لو ما كانش فيه دواء خالص بقارنه بالبلاسيبو. فعشان امنع البايز ان هي تحصل لازم ان يبقى في السيستم بتاعي كنترولد. يعني ايه كنترولد؟ يعني اقدر اقارنه بعينه، يعني مثلا عينه ايه هديهم الدواء وعينه بيه لا انا مش ممكن اديهم الدواء القديم، الدواء القديم اللي كانوا بياخدوه، او مش هديهم حاجه خالص لو ما فيش حاجه اديهم بلاسيبو. يبقى ايه اللي انا بعمله؟ اللي انا دلوقتي بعمل كنترول، عندي كنترول جروب وانفستيجيشنال جروب. الكنترول جروب دي بياخدوا العينه القديمه، الدواء القديم اللي بياخدوه او بياخدوا بلاسيبو، والعينه اللي هي الانفستيجيشنال لا انا بديهم الدراج الجديد بقى واشوف الدراج تاثيره ايه، هو افكت اكتر من دوت ولا لا، ولا يمكن مش افكت خالص وكده، وابدا احدد هل مصير الدواء ده هيتقبل ولا لا. يبقى تاني حاجه، اول حاجه اتكلمنا ان هو كنترولد لازم نقارنه بعينه، لازم نقارنه بالدواء القديم، جروب وديهم الدواء القديم ونقارنه بيهم. طيب تاني حاجه راندمايزد، يعني ايه راندمايزيشن؟ يعني عشوائيه. يعني ايه؟ برضو مش فاهمه حاجه، انتوا فاكرين الجروب اللي قسمناه جروب A وجروب B؟ جروب A دوت خد الكنترول، خد كنا سمينه الكنترول جروب، وخد العلاج القديم الاولد تريتمنت او خد البلاسيبو، والجروب الجديد اللي هو سميناه جروب B خد العلاج الجديد. طيب ما انا يمكن
الجروب ما انا يمكن عندي بايس كده نازع جوايا وانا بوزعهم، ابقى مثلا موزع اشوف مثلا اوزع الناس اللي عيانه خالص او اديها جروب ايه اللي هو بياخدوا الاول دي تريتمنت فما يعملش تاثير الدواء ما يعملش تاثير خالص، والناس اللي مش عيانه قوي اديهم جروب بي على اساس ان الدواء يعمل ايه تاثير، احس ان الدواء عمل تاثير اكتر، فانا ايه عندي نزعه خلتني ان انا اوزع ان ايكوالي، ما عنديش فرصه يعني ان ايكوالي والاتنين مش متساويين، دمت اصلا مرضى يعني اصلا متوقع ان هو لو الدواء كويس اصلا مش هيعمل نتيجه لان هم مرضى جدا سيفير، لكن جروب بي اللي انا بحبه بقى ومتوقع ان الدواء يعمل تاثير خليت الناس الهيلثير. طب ما هو كده كده اصلا الناس دمت كانوا صحتهم احسن ممكن اصلا يتحسنوا من غير دواء، يبقى انا كده ايه عملت خطا في النظام والنتائج بتاعه الدراسه بتاعتي كلها غلط، فانا مش عايز ده يحصل. هعمل ايه راندمايزيشن عشان اقسم A و B؟ لا هعمل لهم راندمايزيشن، هختار بشكل عشوائي. يعني مثلا فلنتوقع مثلا لو جبنا عينه فيها 500 شخص وقلنا لكل 500 شخص عندنا لونين مثلا، لونين حطيناهم في صندوق كده وقلنا لهم اختاروا له يعني ايه هم شايفين الالوان، اختاروا ورق اختاروا ورق، وبعد كده قلنا يا جماعه الناس اللي طلعت معاهم الورق ازرق دول هيبقوا مثلا جروب A، والناس اللي طلعت معاهم الورق احمر دول هيبقوا جروب B. كده انا ما كنتش عارف مين اللي اختار احمر ولا كنت عارف مين اللي هيختار ازرق، هم اتوزعوا بشكل عشوائي. بعد كده عشان امنع برضو البايز الخطا في النظام اعملها دبل بلايند. يعني ايه؟ يعني انا بعد ما وزعت الناس وعشوائي بشكل عشوائي ما عنديش اي نزعه ان انا حابي خالص ولا اعمل اي حاجه ولا اجي على حاجه على حساب حاجه تانية من غير ارادتي خالص، انا كنت انا الدكتور بس انا الدكتور كنت منحاز للدواء الجديد، توقع ان الدواء دوت يبقى يشفي يعمل كل يعني الدواء القديم بالنسبه له ولا حاجه، انا متوقع ان الدواء دوت يشفي بنسبه 100%، فكل تفكيري وكل تاثيري ان الدواء دوت خلاص تاثيره كويس، فاثر على الاوبزرفيشنال اثر على ملاحظاتي بشكل غير ادراكي، يعني ممكن ما يكونش بارادتي ان انا ان هو ياثر عليا لكن انا مش ملاحظ اصلا ان هو مأثر على قراراتي او اثر على وجهه نظري. فايه فعشان نمنع الحكايه ديت ان هي من غير وجهه نظرك، لا انا مش هعرفك خالص اصلا، مش هعرفك يا دكتور انت 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 الجروب اللي انت بتعمله اوبزرفيشنال وبتفحصه كل يوم ده بياخد انهي دواء. يعني ايه؟ يعني مثلا هوزع جروب A وجروب B وانا مش مسميهم كنترول وكنترول وانفستيجيشن، لا انا مش هسميهم، في شخص واحد بس اللي هيبقى عارف ده كنترول وده انفستيجيشن، لكن الدكتور اللي بيعالجهم او الدكتور اللي بيلاحظهم مش هيبقى عارف هو بيلاحظ اللي بياخد البلاسيبو ولا اللي بياخد الدراج الجديد، على عشان الملاحظه وكل الحاجات اللي بيكتبها في ورقه قدامه تكون فعلا فعلا من اللي شايفه، مش على على مش على اساس وجهه نظر. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم في الكلينيكال ترايلز، وان الكلينيكال ترايلز دي يعني تجارب هعملها بس على اساس ايثيكالي، وعلى اساس ايثيكالي لازم نضمن حقوق البيشنت اللي هيشتغل معايا، لازم يتوافق على البروتوكول من لجنه اخلاقيه البحث العلمي، تاني حاجه لازم ناخد منه كونسنت، تالت حاجه لازم الحاجات الخطوات اللي انا عملتها لازم تتراجع باي بريفيو بورتس. بعد كده قلنا ان اي تجربه في الدنيا معرضه للخطا، والخطا عندنا هنا في التجربه اللي هندرسه هو الخطا اسمه بايس، يعني ايه انحياز او انقياد او محاباه على حساب حد على حساب حد من غير ادراكي او من غير احساسي، فده بينتج في خطا سيستماتيك ايرور خطا في النظام في التقدير بتاعي، مش بقدر احله ومش بقدر اقلله لو زودت الاستادي سامبل. طب ازاي اعالجه؟ ازاي افويد ات خالص؟ اول حاجه اخلي الدراسه بتاعتي كنترولد انا بقارنها بحاجه، تاني حاجه اعمل لو قسمتهم على كنترول وانفستيجيشن اقسمهم بشكل عشوائي، تالت حاجه اخلي الدراسه بتاعتي انا مش عارف اصلا ايه اللي بيحصل في الدراسه بتاعتي. دبل بلايند تايبس اوف ايرورز، تايب 1 ايرور وتايب 2 ايرور. تايب 1 اللي هو الفولس بوزيتيف اللي ممكن يحصل من البايز، يعني فولس بوزيتيف وفولس نيجاتيف. طيب 1 ان هو فولس بوزيتيف ايه؟ ان انا اثبتت حاجه مش موجوده اصلا، يعني مثلا جروب A وجروب B الاثنين كانوا شبه بعض تماما، انا لا قلت ان A احسن من B او B احسن من A، حسيت ان في ديفرنس ما بين الاثنين ولكن في الحقيقه A بيساوي B بالظبط، الاثنين جروب متساويين في الملاحظات بتاعتي، يبقى انا عملت حاجه اسمها فولس بوزيتيف. طيب الخطا الثاني اللي هو فولس نيجاتيف، يعني ايه؟ يعني انا لقيت جروب A وجروب B لكن جروب A كان احسن من جروب B، قمت انا جايه قايله جروب A زي جروب B.
طيب ايه اللي حصل، انا كان في حاجة موجودة فعلا ان هو جروب ايه احسن او جروب بي احسن، ايا كان جروب ايه او جروب بي كانوا احسن، لكن انا في ملاحظاتي شايفة ان مفيش فرق ما بينهم، يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت نفيت حاجة اصلا موجودة، اللي هو الفرق ما بينهم نفيته. cures of no difference، لو كان في ما في difference ما بين الاتنين، انا لاحظت ان مفيش فرق ما بين الاتنين، لكن انا قلت ايه، لكن هو في الحقيقة ان بي في فرق، في الحقيقة في فرق، يعني كانت ايه احسن وكان بي احسن وانا مش واخد بالي، وقلت الاتنين ما فيهمش في فرق. تمام، مفهومة؟ false positive يعني انا اثبتت حاجة اصلا مش موجودة، false negative نفيت حاجة اصلا موجودة. طيب شكل الاستادي بتبقى ازاي، شكلها ازاي؟ احنا حاولنا في كل اللي فات احنا ان احنا نعمل نقلل البايز والكلام ده كله. شكل الاستادي بقى، خلاص هندرس الاستادي بقى، هندرس شكلها بيبقى عامل ازاي. بصوا بيقولوا في عندنا شكلين، او شكلين هما الاثنين ايه مفتحين شويه على بعض، هي عباره عن اوبشنز يعني بطريقه اسهل. اول شكل الاستادي ديزاين randomized controlled clinical trial، وعرفنا من الباقي من الحاجات اللي قبل كده يعني ايه randomized ويعني ايه controlled. هقول ببساطه ايه اللي بيحصل ببساطه كده شديده، انا خلاص شركه دواء، خلاص شركه دواء ولتكن اي شركه اخترعت علاج للكورونا. طيب الشركه ديت عشان تبدا الكلينيكال ترايلز بتاعتها لازم تاخد عينه، العينه عشان تاخد عينه هي اسمها random selection. راندوم سيلكشن معناه ايه؟ وليكن قلت ان انا عايز 1000 متطوع، جالي 1000 متطوع من مختلف المحافظات ومختلف البلاد والكلام ده كله، عايز اخد عينه بقى من ال1000 دول. اخدهم ازاي؟ اخدهم اسمها راندوم سيلكشن، اخدهم برده بشكل عشوائي، ده اسمه راندوم سيلكشن. مثلا ارقام كمبيوتر او اي حاجه بيعملوها في الكمبيوتر اللي هو بشكل عشوائي ده، وبعدين يختاروا ويجيبوهم 500 عينه. خلاص ال 500 عينه دول انا هشتغل عليهم الخطوات اللي جايه بقى. الخطوة اللي جاية بقى من 500 عيلة دول ان انا اعملهم حاجة تانية اسمها randomization. يبقى احنا الخطوة اللي جاية ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل randomization. بالخطوة الاولانية ان انا اخترت بشكل عشوائي، مش انا اللي اخترت حتى الكمبيوتر او حاجة، بشكل عشوائية اخترت لي 500 شخص من وسط الالف شخص. لكن الخطوة التانية اعمل randomization. يعني ايه؟ يعني ايه بقى randomization؟ يعني شايفين 500 شخص دول برضو اوزعهم بشكل عشوائي. يعني ايه؟ يعني اوزعهم لجروب ايه، انا عايز اصلا اوزعهم لجروب ايه وجروب ايه وجروب ايه وجروب بي بشكل عشوائي، اللي احنا قلناها في الاول ان احنا مثلا هندي لونين مختلفين نحطهم في صندوق، وال500 شخص كلهم يختاروا من الصندوق ده، ومش عارفين هما بيختاروا ايه. الازرق يروح مثلا جروب ايه، الاحمر يروح جروب بي. يبقى احنا كده عملنا حاجه اسمها ايه، randomization. هو ترجمه الاثنين بالعربي هو بشكل عشوائي، لكن في فرق. random selection ان انا خدت 500 عينه من وسط الالف عينه، لكن الراندمايزيشن ان انا بشكل عشوائي وزعتهم ل A و B. مهمه جدا عشان الام سي كيو. بعد كده بقى عايزين نشوف ايه اللي بيحصل في الراندمايزد كنترولد كلينيكال ترايل. لو انا كان شخص، او انت بتسمعني دلوقتي، لو انت كنت شخص في وسط الالف شخص اللي اخترناهم الاول، هل كان عندك فرصه ان انت زي اللي جنبك او زي اللي جنبك او زي اي حد ان انت يتم اختيارك ولا لا؟ كانت الفرص متساويه، كان كل واحد مثلا فرصته ان هو يطلع ان هو يبقى من العينه العشوائيه واحد على الالف، كل واحد عنده ايكوال تشانس عشان يبقى تشوزن. بعد كده بعمل ايه؟ وان جروب جيتس ذا موست وايدلي اكسبتد تريتمنت ستاندرد تريتمنت، واحده تبقى الكنترول اللي هتاخد التريتمنت القديمه، واحده تاخد التريتمنت الجديده اللي هي الانفستيجيشنال اللي انا هدرس فيها. The other get the new treatment being tested بسميها الانفستيجيشنال، اللي بتاخد الاولد تريتمنت بسميها الكنترول اللي انا هقارن بيها، واللي بتاخد النيو تريتمنت بسميها الانفستيجيشنال. وبعد كده بدرس الاثنين بقى بيبقوا شكلهم بشكل بعض في العدد اكيد، والعينه اكيد الناس العينه قوي توزعوا ما بين الاثنين، الناس الاصحاء توزعوا ما بين الاثنين، فهم بيبقوا مقدار يعني بيبقوا بشكل عشوائي ان هما الاثنين شبه بعض. ليه انا بعمل randomization؟ ليه انا وزعتهم اصلا بشكل عشوائي؟ A يروح B، A مثلا يبقوا كنترول وB، يعني انا ما كنتش اعرف مين اللي هيبقوا يدخلوا في المجموعة A اللي هتبقى كنترول، ولا كنت اعرف مين اللي هيدخلوا في المجموعة B. ليه انا عملت كده؟ اول حاجة عشان المجموعتين يبقوا شبه بعض، ما يبقاش جروب A كلهم عيانين بجروب B كلهم اصحاء، لا يبقوا شبه بعض. فده فرضر بقى فرضر ده هيمنعني بايس،
اي خطا طبي, اي خطا, اي خطا في الاستيميشن او اي خطا في السيستم, لما يمنع الخطا دوت انا كده النتائج اللي انا بسجلها احسن, بسجل الريزلتس بتاعتي اصح, بقت اصح. كل ما اسجل الاصح كده انا بشكل او باخر بثبت الافكتيفنس بتاعت الدرج. يعني ايه؟ يعني انا قلنا فاكرين مثال اللي فات اللي قلنا ده هو بس كان عنده محاباه للجروب للدرج فخلى جروب بي كله اصحاء. لو جه بقى, لو جه وراح للمنظمه اللي بتقبل الدواء وقال لهم انا ما كنتش عامل راندمايزيشن, هيقولوا له اصلا انا مش واثق, انا مش واثق في تجربتك. ليه؟ لانهم عارفين انت ممكن تجيب جبت الناس اللي انت اشتغلت فيهم وكانوا اصحاء وكده. لكن حته فكره ان انا بقى بقول انا فعلا عملت راندمايزيشن, يبقى انا بروف الافكتيفنس, يبقى كان فعلا الدواء ده كان افكتيف. يبقى انا بعمل راندمايزيشن ليه؟ ببساطه عشان اوزع الجروبين والجروبين يبقوا شبه بعض, ما يبقاش في جروب عيان وجروب اصحاء. تاني حاجه عشان اثبت ان الدروب ده فعلا افكتيف, ما كانش فيه اي خطا. ايه هو البلاسيبو؟ عارفين المجموعه اللي بنديها بلاسيبو؟ البلاسيبو ده بقى ايه؟ ده ايه؟ ده عباره عن انيرت ميديكيشن. انيرت يعني خام, الماده ميديكيشن كده دواء ملوش اي تاثير, لكن هو بيشبه الدواء الاولاني, بيشبه الدواء اللي انا هعمل عليه الدراسه او العينه في الفيزيكال بروبرتيز بتاعته, but does not have any pharmacological activity. The new treatment is tested against the placebo. قلناها تقريبا. البلاسيبو ده مادة خاملة, مادة ملهاش اي تأثير, انا بس بتبقى ليها نفس الشكل الظاهري بتاعة الدواء الحقيقي. ليه بخليها الشكل الظاهري الدواء الحقيقي؟ اولا عشان العيان, يعني مثلا العيان ممكن يشوف ان في بي مثلا ناس بياخد بلو وناخد بينك, ممكن يحس ان البنك ده الحقيقي, ده الحقيقي, والبلو اللي هو مش معاه مش حقيقي, فبخلي الاثنين مثلا بنك او الاثنين بلو, بحيث العيان نفسيا يكون حاسس ان هو فعلا ايه, ما مش عارف هو واخد البلاسيبو ولا واخد الدواء الحقيقي. طيب احنا كنا بنتكلم بقى في ايه؟ بنتكلم في الستادي ديزاين, ازاي الدراسه بعملها بشكل افضل, السيستم ازاي بيمشي في جوه الكلينيكال ترايلز. في سيستم تاني او في اوبشن تاني اتكلمنا برده فيه عشان نمنع البايس, ان احنا نعمله دبل بلايند. هنتكلم فيه دلوقتي برده بحاجه بسيطه. يعني ايه دبل بلايند؟ يعني العيان والدكتور محدش فيهم عارف مين اللي بياخد البلاسيبو ومين بياخد النيو تريتمنت. ليه؟ لا عشان اضمن كفاءة الدواء, عشان حتى الدكتور في ملاحظاته وفي وجهة نظره ما يتأثرش بأي حاجة. طيب يعني ايه برضو سنجل بلايند؟ يعني سنجل بلايند البيشنت نفسه مش عارف هو بياخد ايه. نيجي بقى بعد كده, احنا اتكلمنا ازاي شكل الاستادي بتمشي, شكلها بتمشي ازاي. نيجي نتكلم على المراحل اللي بتمشي بيها الدواء الجديد. وفي النقطة دي انا حابة اقول ايه, انا حابة اتكلم عن حاجة معينة. انا حابة اضرب مثال. مثلا لو شركة اخترعت علاج لعلاج الكورونا, يا رب ان شاء الله عن قريب, يعني اخترعت علاج للكورونا, تمام, invented علاج للكورونا. قبل الخطوه دي قلنا هيسبق ايه؟ هيسبق في بحث ريسيرش, تمام, في المعمل الكيميائي, يشوفوا كيميكالز, يشوفوا الكومبوزيشن بتاع الدراج الجديد ده هيبقى ايه. وبعد كده بقى هل بعد ما خلص الريسيرش, الكلام اللي على ورق, الكلام على نظري, هل ده يديله الحق ان هو يروح يجرب على انسان؟ لا, ما يجربش ولا يدي اي حاجه بالانسان قبل ما يبقى يعمل اول خطوه اللي هي اسمها البري كلينيكال. البري كلينيكال دي فيها ان هو يروح يتست على انيمال, ما يعملش على انسان خالص. طيب تست على انيمال وشاف ان الدواء الجديد سيف, احنا قلنا اهم حاجه ان الدواء يبقى سيف ويبقى افكتيف, بس لان الدواء سيف وافكتيف هيعمل ايه؟ هيجمع بقى ريبورت كده محترم يقول الدواء كومبوزيشن كان فيه ايه, الدواء دوت متوقع ان هو يعمل ايه, الفارماكوكينيتيك بتاعته ايه, الفارماكوديناميك بتاعته ايه, وانا لما جيت عملته على انيمال عملته ايه, واعمل ابلكيشن حلوه كده اسمها ايه, اسمها IND, يعني انفستيجيشنال نيو دراج ابلكيشن. عملت ريبورت حلو واوديه للاف دي اي. الاف دي اي اللي هي منظمه الغذاء والدواء, الفود اند دراج, تمام. ادي الاف دي اي واديهم المعلومات اللي عندي. انا يا جماعه شركه اخترعت دواء جديد علاج للكورونا, جربته على الحيوانات وتاثيره كذا وكذا واثبت ان هو سيف وافكتيف. الاف دي اي يا تقبل يا ترفض. قبلت همشي الخطوات اللي بعدها.
الخطوات الخطوه اللي بعدها ايه؟ فيز 1. فيز 1 بقى احنا فعلا هبدا ابدا في انسان، ادي دواء غريب لانسان، بس هل ادي ل 100 مليون واحد؟ لا، انا بدي لنطاق قليل جدا من الناس، 20 30 واحد، عشان اشوف بقى هل الدواء ده سيف سيف ولا لا. انا بس في اول فيز 1 دي هشوف ان هو سيف ولا لا. كده احنا هنا وصلنا في فيز 1. طيب الدواء اثبت ان هو فيز سيف، اخلص ادخل في المرحلة اللي بعدها اللي هي فيز 2، اكبر عدد العينة شوية وابدأ اشوف الافكتفنس، ابدأ اشوف الدراج ده اصلا بيعمل له تأثير ولا لا. طيب بعد كده لقيت الدراج ده افكت سيفتي وافكت، طيب هعمل ايه؟ هدخل على الفيز 3. فيز 3 ان انا هوسع العينة اكتر، وممكن اخليها تشمل مراكز بتبحث معايا، مش انا لوحدي اللي ببحث، حتى عشان ما بيبقاش انا عندي بايز او اي حاجة، لا اضمن فعلا ان التجربة صحيحة. طيب لو اثبت عدى من فيز 1 وفيز 2 وفيز 3، خلاص يبقى الدواء ده مش لسه برضو، لسه هجمع الريبورت، اجمع الريبورت اللي حصل في فيز 1 وفيز 2 وفيز 3 واجمعه واعمل ريبورت حلو كده، اسمها ايه؟ NDA، نيو دراج ابليكيشن، اعمل نيو دراج ابليكيشن ودي برضو للاف دي اي، يا اف دي اي انا عملت فيز 1 وكذا كذا كذا، جربتها على 20 30 واحد وكان الاثار الجانبيه اتوقع كذا، الفيز 2 حصل فيها كذا، فيز 3 حصل فيها كذا، وودي الريبورت ده للاف دي اي، والاف دي اي يا تقبل يا ترفض. قبلت الاف دي اي، ايه اللي هيحصل بعدها؟ الاف دي اي بقى خلاص قبلت، خلاص يا جماعه انا قبلت على الدراج بتاعكم ده، خلاص انا هنزله السوق، انتوا جربتوه على انسان وجربتوه على عينه كبيره، عينه صغيره فمتوسطه فاكبر، خلاص انا هنزله السوق، بس مش هنزله السوق كده، هنزله السوق باسم نيو دراج ستيتس، يعني برضو هنزله السوق ويبقى معروف للاستفاده لو للناس كلها والدكاتره ان الدواء ده لسه نازل جديد في السوق. تمام، بعد كده مش هسكت وخلاص انا نزلته في السوق وهسكت وخلاص، لا هعمل متابعه اللي هي فيز 4. فيز 4 اللي هي متابعة، هعمل سيرفيلنس بعد ما انت نزلته في السوق. ليه بقى؟ ليه انا بعمل دوت؟ هل مثلا غتاتة او كده ورزالة؟ لا، عشان اشوف تأثير الدواء ده على الناس ايه اصلا، يعني الناس مبسوطة منه ولا لا، وبرضو عشان اشوف حاجة مهمة جدا، لو في مثلا متوقع رير كومبليكيشن، يعني مثلا بيبقى في دواء ادويه معينه كده ان يحصل سندروم معاه، بس السندروم دي اصلا رير قوي ان هي تحصل، بس بتحصل، فكده عشان ادرسه بعدين اللي هي فيز 4 السيرفيلانس المتابعه، عشان توريني اي رير كومبليكيشن، لو كانت الكومبليكيشن خطيره وكده ممكن اسحبه للسوق تاني، زي في ادويه بتنزل السوق وتقعد كام سنه بس بتتسحب في الاخر. يبقى احنا اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على ازاي اصلا الدواء بيمشي في خطوات الكلينيكال ترايلز. قلنا اول حاجه قبل ما اجربه على انسان لازم اجربه على حيوان، جربته وطلع سيف وافكتيف، ابعت للاف دي اي، ابعت لها IND يعني انفستيجيشنال نيو دراج انفستيجيشن، عملت الريبورت، عملت الريبورت بالكومبوزيشن بتاع الدراج، الفارماكوكينيتيك، الفارماكوديناميك، وصلته للاف دي اي، الاف دي اي قبلت، خلاص انت ابدا جرب على انسان بس عينه صغيره الاول، هي فيز 1 عينه متوسطه، فيز 2 عينه اكبر، فيز 3 بعد كده خلاص انت جربت على عينه كبيره صغيره متوسطه واكبر، خلاص انت ممكن تعد ان انت تنزل السوق، بس هنزلك السوق على هيئه نيو دراج ستيتس، كل الناس تبقى عارفه ان انت نيو دراج، وبعد كده هتابعك اللي هي فيز 4 في السيرفيلانس. تعالوا بقى ندرس الكلام ده ايه شويه ببساطه كده. اول حاجه البري كلينيكال ايفالويشن او الانيمال ستاديز، قلنا ما ينفعش قبل ما ابدا ادرس على هيومن بينج او قبل ما احط اي حاجه غريبه الانسان ان انا ما جربهاش على حيوان، فبجربها الاول على الانيمال او الهيومن سيل انيمال عشان اشوف تاثير الدواء ان فيفو، وهيومن سيلز ان فيترو في المعامل. بيقول بقى ان ذيس ستيج التستنج از سكسسفول، بيقول لك السسبنسر اللي هو الشركه، شركه الادويه اللي اخترعت الدواء ده، وخلاص لو المرحله دي ناجحه هتاخد كل المعلومات الانفورميشن وتوديها للاف دي اي. طيب هي بتودي للاف دي اي ايه؟ بتودي اسمها IND application يعني على investigational new drug، بتودي لها الايه؟ بتودي الاف دي اي ايه؟ دي الحته المهمه، بتودي لها ايه؟ بتودي لها بتقول لها ايه؟ فارماكوداينامكس اللي انا درستها ان فيفو في الانيمال وان فيترو في البريباريشن، يعني انا بشوف زي ما قلنا بشوف الدواء ده بيأثر ازاي، يعني شفت جبت الدواء وجربته على حيوان، شوف بقى الملاحظات اللي انا شفتها، الملاحظات اللي انا شفتها واللي هبعتها للاف دي اي
الملاحظات اللي انا هبعتها للاف دي اي بعدين هي ايه. هي اول حاجه انا في المرحله دي اصلا في المرحله دي بعملها الملاحظات اللي انا هشوفها فيها ايه بالظبط. هدرس هشوف الدواء تاثيره دايناميك وكاينيتيك، سواء كان دايناميك او سواء كان كاينيتيك. طب لو حصلت توكسيستي هتحصل اكيوت توكسيستي بشكل عامل ازاي، سواء اكيد هتبقى بشكل ازاي، كرونيك هتبقى بشكل ازاي. وبعد كده بعد فتره احدد الثيرابيوتيك اندكس، يعني حددت الجرعه التوكسيك خلاص هحدد الثيرابيوتيك الجرعه الثيرابيوتيك، واعمل فرق ما بين الثيرابيوتيك وما بين التوكسيك، واجيب الثيرابيوتيك اندكس عشان انشور ان الدراج ده سيف. يبقى احنا انهي في انهي مرحله؟ احنا في مرحله البري كلينيكال ايفالويشن او انيمال ستاديز. وقلنا احنا هنا بنوبزرف ايه، ان تاثير الدواء، تاثير الدواء كاينيتيك ودايناميك، والتوكسيستي بتاعته بتحصل ازاي، وحدد الثيرابيوتيك اندكس. ماشي خلاص بقى بعد كده اوكي احنا عديت المرحله دي بنجاح. اعمل ايه؟ اعمل اروح جايب خلاص انا انكلودد السيفتي والافكتي بتاعه الدراج، اروح اعمل ابلكيشن حلوه كده اي ان دي كده وابعتها للاف دي اي. الابلكيشن اللي انا ببعتها ديت الفورم اللي انا ببعتها ديت الابلكيشن بيبقى متجمع فيه ايه؟ متجمع فيه داتا قبل كده وداتا لسه جايه في الطريق، النظام اللي انا همشي فيه بعد كده، وداتا لسه عاملها حالا، لسه عاملها في التجربه اللي فاتت اللي هي بري كلينيك. يبقى البري كلينيكال داتا، كل البري كلينيكال داتا هبعتها، الانفورميشن الكومبوزيشن بتاع الدراج اللي هي في مرحله الريسيرش، كومبوزيشن والسورس بتاع الدراج برضو هبعته. ازاي انا صنعت الدراج، المانفي كيوتريشن انفورميشن، ازاي انا صنعت الدراج ده اصلا، الكيميكال بروبرتيز بتاعته ايه. طيب بعد كده هسكت وخلاص، ازاي انا سمعت في الماضي والحاضر اللي هي البري كلينيكال داتا، لا بس مش هقول لهم كده بس، انت كده ما عندكش اي خطه مستقبليه، لا اخطط اعمل بروبوز كلينيكال بلانز، اخطط الكلينيكال بلانز والبروتوكول اللي انا همشي عليه ايه. ولازم اقابلهم اكون ضامن حق المريضه وحق الفولنتير اللي هيتطوع معايا، يكون في حاجه اسمها ايثيكال كوميتي كليرنس، يكون واضح في البحث العلمي في الاخلاق اللي انا همشي بيها، ويبقى عندي موافقه من لجنه اخلاقيات البحث العلمي يعني. تمام. يبقى انا احنا الابلكيشن انا هوديها الاي ان دي اي فيها ايه، فيها الداتا البري كلينيكال اللي انا عمل لسه عاملها حالا، والانفورميشن اللي انا جبتها من زمان، الكومبوزيشن بتاع الدراج ده ازاي صنعته، البروتوكول اللي انا همشي عليه ايه، البلانز اللي انا همشي عليها، ولازم يبقى عندي كوميتي كليرنس ايثيكال ايثيكس يعني اخلاقيه البحث العلمي. خلاص انا هبدا الاف دي اي، خلاص شافت ان انا فعلا مخطط كل حاجه كويس وعندي ايثيكس والكلام ده كله، خلاص قالت لي ابدا الشغل في الانسان في المرحله اللي بعد كده اللي هي فيز 1. فيز 1 خلاص انا هبدا في هيومن، بس اتفقنا فيز 1 لو هبدا في هيومن هبدا في هيومن ايه، عددهم قليلين. طيب فيز 1 كنا لسه بنشوف ايه، بنشوف السيفتي بتاعه الدروج. فيز 1 للسيفتي لسه ناس صغيرين، مجموعه صغيره من الناس، واشوف فيهم السيفتي، بس بشوف فيهم السيفتي برضو في التولرابيلتي بي كي والبي دي. البي كي الفارماكوداينامكس والفارماكوكينيتكس برضو بلاحظهم، والفولنتيرز عددهم من 20 لـ25، الدورشن بتاعت المرحله دي من 6 لـ12 مانس. انا هنا اهم حاجه في المرحله دي ان انا اسس السيفتي الصراحه، يعني البي كي والبي دي اصلا ممكن لاحظناهم في الفتره اللي فاتت، هنبدا برضو نكمل ملاحظتهم معانا هل هي زي ما درسناها ولا لا. ايه هدف الفيز دي؟ الفيز ديت ان انا اعرف ماكسيمم توليريتد دوز والادفيرس افكت. انا اهم حاجه عندي السيفتي، هل الدواء دي الادفيرس افكت بتاعته عامله ازاي، بيعمل ادفيرس او توكسيستي عامله ازاي، والتوليريتد دوز. التوليريتد دوز دي مهمه، يعني بعد كام جرعه هيحصل توليرنس، وهكذا. الفارماكوكينيتكس برضو مهم ان انا اعرفها، والفارماكوداينامكس. يبقى انا في اول مرحله هعمل ايه، اسس ايه، اهم حاجه اول اسس اول حاجه السيفتي، ماكسيمم توليريتد دوز والادفيرس افكت، واسس السيفتي واكمل متابعه الفارماكوداينامكس والفارماكوكينيتكس. طيب فيز 2، فيز 2 لا خلاص انا هكمل ايه، هكبر العينه اللي عندي، هخليهم 200 لـ500 صبر. ليه بقى؟ عشان اسس ايه، اسس الافكتيفنس، هي اكتر للافكتيفنس. يعني ايه تاثير الدواء؟ الدواء ده فعلا بيعمل افكتيفنس، بيعمل تاثير وله تاثير عن الدواء القديم او لا. لو ملوش تاثير مش هكمل، لو لقيت فيه ليه فعلا تاثير فهكمل الدراسه. ف تو كونفيرم الافكتيفنس مونيتور سايد افكت، برضو هكمل برضو ان هو ملاحظه السايد افكت وفارزر ايفالويت السيفتي. بس هو اهم خطوه فيها ان انا الخطوه دي فعلا اهم في الافكتيفنس،
برضو مش هنسى الجوانب التانية اللي هي السيفتي والسايد افكت. ليه انا بقى طيب انا عايزه اقول حاجه. فيز 1 احنا لما كنا عملنا في الفولنتير، عملنا في انهو فولنتير، عملنا في هيلسي فولنتير، نسيت اقول عملنا في هيلسي فولنتير. ليه؟ لان اصلا انا عايزه اشوف السيفتي، يعني هل بيعمل سايد افكت في هيلسي فولنتير، مش عايزه اعرف تاثيره، هيعالج المرض الفلاني ولا لا، لو الشخص ده مثلا عنده التهاب كلوي هيعالجه ولا لا، لو عنده اي حاجه هيعالجه ولا لا. انا اهم حاجه عندي اشوف هيعمل سايد افكت ولا لا، فعشان كده عملت الobservation في هيلسي. لكن فيز 2 انا عايز اشوف الافكتيفنس، فانا هجيب اصلا ناس بيشنت عندهم نفس الديزيز واديهم الدراج اللي متوقع ان هو يعالجه. تمام. الديوريشن بتاعها برضو 6 شهور، بس 6 شهور ممكن تطول لسيفرال ييرز. عايزه بقى الاحظ ايه؟ الاحظ ايه؟ انا قلت اهم حاجه هنا في الفيز 2 ان انا مش بس بشوف السايد افكت او ادفيرس افكت او بشوف الفارماكو داينامكس افكتس، لا انا عايزه اشوف الدواء ده افكت ولا لا، وقال لي اي درجه هو افكت والدوز بتاعته قد ايه. تعالوا نقرا الكلام. الدوز افكاسي ريليشن شيب، يعني كل ما زود الدوز الافكاسي تزيد ولا لا. ثيرابيوتيك دوز ريجيمن، يعني ايه؟ يعني هاخد 200 مللي 300 مللي في اي دوز، الدوز هتبقى قد ايه، والعدد مرات الدوز اللي انا هاخدهم الفريكوانسي، يعني جرعه 200 مللي 3 مرات في اليوم ولا 4 مرات في اليوم. انا بدرس ده كله في عيان كانه عيان جاي للعياده، بس انا مش عارف، انا لسه بجرب عليه. فبدرس الافكاسي الدوز افكاسي ريليشن شيب والثيرابيوتيك دوز ريجيمن، الريجيمن بتاعها هتبقى عامله ازاي، والعدد المرات اللي انا هاخد فيها الدواء. طيب بعد يعني مثلا واحد كان جاي بروكرونيك كوليستايتس مثلا، وانا متوقع ان الدواء ده يعالج كرونيك كوليستايتس، تمام، ومشيناه مثلا على 3 مرات جرعه 200 ملي جرام لمده قد ايه بقى واتوقع ان هو يشفى؟ هي دي اللي اسمها الديوريشن اوف ثيرابي، لمده قد ايه. كاني فعلا مريض جاي للعياده وبعالجه، بس الدواء الفرق ان الدواء ده اصلا انا لسه بجربه. تمام. انا بلاحظ الدوز افكاسي وبعمل ثيرابيوتيك وبحدد الثيرابيوتيك دوز ريجيمين والفريكوانسي بتاعت الادمنستريشن، وبعد كم شهر هيتعالج، بعد 3 شهور، بعد 4 شهور، بعد 6 شهور وهكذا. فيز 3 بقى خلاص الدواء ده مثلا اثبت لي ان هو فيز سيف في الفيز 1، اثبت لي ان هو افكتيف في فيز 2 وعالج الناس، بعد مثلا نتخيل ان هو عالج الناس بعد 6 شهور، هل كده خلاص هنزله السوق؟ لا، هعمل حاجه ثالثه اللي هي فيز 3. فيز 3 برضو دي خطوه تاكيديه، هجرب على عدد اكبر كتير من الناس، هجرب من 1000 ل 3000 بيشنت، بس مش هجرب في نفس السنتر اللي انا بجرب فيه. يعني لو سنتر بيعمل بحث علمي مثلا او بيعمل كلينيكال ترايلز هنا مثلا في مصر، لا اجرب مثلا في الجيزه، في اسكندريه، في اسوان، ممكن اطلع بره، فمالتي سنتريك ترايل، مش حته مش مكان واحد هو اللي بيعمل الترايل دي، مالتي سنتريك، عشان اضمن الافكتيفنس وابروف الافكتيفنس، ان الافكتيفنس اكيد وحقيقيه. ان انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ احارب البايس خالص، اعملها دبل بلايندد، ولا العيان ولا الدكتور عارف مين الكنترول ومين الانفستيجيشن. كمان انا بعملها لارج سكيل كنترول ترايلز، هي اكيد كنترول لارج سكيل لان هي بتتكون على 1000 ل 3000. يبقى الفيس 3 ديت اصلا انا بعملها ليه؟ كونفيرماتوري، عشان اتاكد اكتر. بعملها على لارج سكيل من الناس من 1000 ل 3000، مش بعملها في مكان واحد بس، بعملها مالتي سنتريك، وهي لازم عشان هي دي. بصوا الفيس 3 ديت هي تقريبا الخطوه الاخيره قبل ما الدواء يطلع الماركت، فانا لازم اتاكد من الافكتيفنس واعمل ايه حاجه كده اللي هو الاوبشن الزياده اللي هو الدبل بلايند. بتدترمين ايه؟ how the new treatment compares with the current standard or how it compares with placebo. الافكتيفنس بتاعته كنترولد برضه وكمبيرد باي حاجه ثانيه. بتاكد على الافكتيفنس والسيفتي. بيقول ان الدراج will be submitted to the relevant regulatory authorities licensing. بعد كده انا بسجل خطوه 1 2 3 عشان اعمل له ترخيص. خطوات 1 و2 و3 زي ما احنا قلنا اصلا، 1 من 6 ل 12 شهر، واتنين بتاخد من 6 شهور لسنين، ساعة بتاخد سنين، وتلاتة اصلا ممكن تاخد سنين برضو. فالخطوات دي اصلا كلها ممكن تاخد من 5 ل 7 سنين. on completion 3 trials، لما خلصت تلات مراحل، هل انا اجي بقى من الشركة اللي انا عملت الدواء اللي بتعمل الابحاث دي كلها هطلع الدواء؟ لا، لازم اخد موافقة. اخد موافقة منين؟ من الـ FDA. بس ساعتها اعمل لهم ايه؟ الابليكيشن بتاعني، الابليكيشن فورم هتتغير، تبقى NDA new drug، خلاص الدراج ده اثبت ان هو new drug application.
اجمع فيها اللي حصل في فيز 1 وفيز 2 كل حاجه، المونوجراف بتاعه برودكت مش كده وبس، كمان نتائج النتائج الترايل اللي فاتت دي كلها مش كده وبس، خلاص دي المرحله التجهيزيه قبل ما يطلع السوق. لا هشوف ما مثلا عايزه اسمي دراج ده اي حاجه، البروبوزد نيم كمان، هم اقترح النيم اللي انا عايزه اسميه، العبوه اللي انا هنتجها شكلها عامل ازاي، فيها مثلا شريطين كل شريط 20 قرص هكذا يعني. فانا خلاص دي المرحله الاخيره اللي قبل ما انزله السوق، فايه المونوجراف بتاع البرودكت ونتائج العمليه وازاي الباكج انا هعبيها والنيم اللي انا هسميه، وبعدين ابعته للاف دي اي، والاف دي اي يتقبل يترفض. بس لو الاف دي اي قبلت ان شاء الله هتنزله السوق على اسم حاجه ايه، نيو دراج ستيتس، عايز اعلم عليها نيو دراج ستيتس، خلاص هو اتمسحت يعني. نيجي بقى للي بعدها، فيز 4. فيز 4 بعد ما عملنا ايه، ما نسيبش الحاجه كده، نعمل لها متابعه، نعمل لها سيرفيلانس عشان ايه، انشور الافيكاسي والسيفتي برضو. دي صوره بقى مجمعه ان الديسكفري بتحصل في اللاب، وبعد كده بدرس على انيمال. فيز 0 هنتكلم فيها بعدين، 1 و 2 3 وبعد كده 4 بعدين. زيرو دي بقى ان انا بعمل مايكرو دوزنج، بدي جرعات صغيره كده، هي ملهاش موقع من الاعراب قوي، بس هي زيرو يعني مايكرو دوزنج، انا بدي جرعات صغيره وبديها للناس عشان اعرف بس الفارماكوكاينتيك بتاعها. طيب انا دلوقتي عملت عينه ومشيت بخطوات كتير، فيز 1 فيز 2، وكل خطوه بقولها ان انا لازم اعمل كنترول ولازم اعمل مقارنه ما بين الدواء القديم وما بين الدواء الجديد. طيب انا بحسب على اساس ايه، يعني بحسب المقارنه على اساس ايه، يعني عايزه احسب الافكتيفنس، ازاي احسب الافكتيفنس؟ قبل ما احسب الافكتيفنس طلعوا ورقه وقلم كده معاكم وهاتوه، يعني وقفوا الفيديو ثانيتين وطلعوا ورقه وقلم. هنكتب عندنا ثلاث اختصارات، CER ماشي، EER، RRR، ونزود معهم ARR ماشي. اول اختصار اللي هو CER، انا عايزه انا بتكلم في ايه، انا بتكلم انا عايزه احسب العينه بتاعتي او الدواء بتاعي لاي درجه هو افكتيف، ببساطه خالص CER هسميها الكنترول جروب ايفنت ريت، كنترول جروب ايفنت ريت. طيب ال EER الاكسبيرمنتال جروب ايفنت ريت يعني ايه، ال C اللي بتبتدي بال C اللي هي كنترول ايفنت ريت، والاكسبيرمنتال ايفنت ريت ال CER، والايفنت والاكسبيرمنتال EER، بمعنى ببساطه كده معدل حدوث ايفنت او حدوث حاجه وحشه او حدوث اي حاجه في الكنترول وفي الاكسبيرمنتال. يعني ندي مثال، يعني مثلا لو جبت عينه من 100 شخص ماشي، بس انا 100 كنترول و100 اكسبيرمنتال او انفستيجيشن، تمام. العينه اللي فيهم 100 دول قلت بعد 3 شهور حصل ديس ل 60، يبقى الايفنت اللي عندي ديس الريت بتاعه ايه، 60، 60 واحد مات. لكن العينه اللي هي الاكسبيرمنتال مات منها 30، نكتب بقى كده معانا سي اي ار بتساوي 60، 60 اللي ماتوا، لكن الاي اي ار 30 بس. شايفين الدراج ده افكتيف ازاي، ده انقذ فعلا ان سي اي ار بتساوي 60 والاي اي ار بتساوي 30، يبقى الدواء الجديد انقذ حياه ايه، انقذ حياه 30، عمل قلل حدوث الريسك او قلل حدوث الخطر بنسبه، مش بنسبه، لا مش هقول بنسبه، مش لسه مش هقول بنسبه، قلل حدوث الخطا، قل قد ايه انا قللت الخطر، قللت الخطر 30%، 30% نقصت حياته، يبقى قد ايه انا قللت الخطر اللي هو سي اي ار، الدواء القديم كان بيعمل ايفنت ريت بقد ايه ناقص الدواء الجديد بيعمل ايفنت ريت بقد ايه، ف 60 ناقص 30 قد ايه انا قللت الخطر، قد ايه انا قللت الخطر ده هسميه اللي هي اللي في النص دي الابسوليوت ريسك ريدكشن الاي ار ار، هي بس رقم قد ايه انا قللت الريسك، ابسوليوت قللت الريسك قد ايه انا قللت الريسك، قد ايه انا قللت الخطر، تمام. طيب دلوقتي العينه مش عددها ثابت، يعني مثلا لو انا مثلا انا النهارده عملت عينه لو 1000، انت ما جبتليش حاجه مؤكده، انت هتقول 30 ولا هتضرب في 10 ولا هتعمل ايه، فعشان كده اقارن ما بين انا قللت الخطر بالنسبه للخطر القديم قد ايه، فعشان كده اعمل مقارنه ما بين الخطر ان انا قد ايه انا قللت الخطر وما بين الـ old treatment كم تعمل خطر قد ايه.
فاهمين؟ حاجة مقارنة ما بين حاجة وما بين حاجة، فده هسميه relative risk reduction، قد ايه انا قللت الخطر بس بالنسبة لحاجة تانية. تمام؟ ال RRR تمام؟ اللي هو ده. تمام؟ هقسم بقى، هقسم الرقم اللي انا طلعته وليكن ال 30 على الناس اللي حصل لهم الخطر على CER. بمعنى تاني انا قلت 60 واحد ماتوا بعد 3 شهور، 100 واحد ماتوا في العينة التانية اللي كانت اكسبيرمنت، 300 انا اسفة ثانية واحدة، 60 واحد ماتوا في العينة اللي هي كانت CER، 30 واحد ماتوا في العينة اللي هي EER الاكسبيرمنت. تمام؟ يبقى انا انقذت حياة 30. تمام؟ كده انا ايه ده اللي هو الابسوليوت ريسك ريدكشن. لكن قد ايه النسبة في المية ان انا قللت الخطر بنسبة كام؟ مش عارفة، انا بس انقذت حياة 30. عشان اعمل النسبة دي اعمل نسبة وتناسب. اول حاجة البسط، الفرق ما بين الـ CER وما بين الـ EER، CER ناقص الـ EER على ايه بقى؟ على الـ CER، على النسبة اللي انا بقارن بها القديمة اللي قبل كده، هيطلع لي ايه؟ هقول ان 60 ناقص 30 على كام؟ على كام؟ على 60. 60 ناقص 30 ب 30، 30 على 60 فيها النص، في يعني نص بالظبط كده، هضربه في 100% هيطلع لي 50%. يبقى انا كده الاولد النيو تريتمنت انقذت حياه او قللت الريسك بنسبه 50% بالنسبه للاولد تريتمنت. فكده بقى انا اطبقها في كل الاحوال. يعني مثلا لو قلت الاولد النيو تريتمنت كانت بتموت 2500 واحد، يبقى النيو تريتمنت هتقلي هتموت ايه؟ نصهم بس، 1125. تمام؟ الاولد تريتمنت كانت بيحصل ريسك معاها للعينه عددها 5000 واحد، لكن نيو تريتمنت مع لما حسبت الار ار هيطلعوا كام؟ 2500. طيب نيجي الحاجه بعد كده اللي هي اسمها الاي ان، الاي ان ان تي، الان ان تي هي ببساطه سهله اسهل منهم الاثنين، النمبر نيدد تو تريت تو بريفنت وان باد اوت كوم. يعني ايه؟ يعني انا لو متوقع عندي ناس من المجموعتين من الناس، ناس عندهم سيفير هايبرتنشن وناس عندهم هايبرتنشن بس مش سيفير قوي. الناس اللي عندهم سيفير هايبرتنشن دول، الناس اللي عندهم سيفير هايبرتنشن دول، انا لو اتدخلت وعالجتهم هيحصل، همنع حاجه تحصل وحشه ولتكن مثلا الاستروك بنسبه قد ايه؟ الناس اللي الاصحاء او اللي عندهم هايبرتنشن بس مش قوي، لو اتدخلت واديتهم تريتمنت هيحصل الخطر بتاعهم هيقل قد ايه. خلاص انا عندي دراج اهو، خلاص انا عندي دراج، جربت الدراج في عندهم ناس عندهم سيفير هايبرتنشن، لقيت لما جربت الدراج الناس اللي هو فيري هاي بريشر، لقيت الرقم ده 3، انا ما لحقتش انقذهم. تمام؟ لان هو اصلا الدراج ما قدرش يعمل حاجه، ما قدرش يقلل الريسك. لكن الناس اللي عندهم للسيفير هايبرتنشن كان 128. معناه ايه؟ معناه ان انا خلاص دخلت وكل حاجه، بس هو انقذ ناس كتير ومنع الاوتكم اللي تحصل اللي هي الاستروك في 128 في البيشن، فالرقم طلع اكبر. في يبقى الاوتكم اللي انا عرفت اقللها كانت اكتر في الناس الاصحاء. فده انا لو عايزه ايه اعمل، يعني ازاي انا قدرت انقذ الناس لما اتدخلت في التريتمنت. والان ان تي بتساوي 1 على الاي ار ار. وكده يبقى خلصنا. بس في شويه اسئله كده بسيطه. بيقول ار سي، نجيب القلم بس. هدف الراندمايزيشن، الار سي سي تي يعني ايه؟ راندمايزد كنترولد كلينيكال ترايل. ايه هدف الراندمايزد الراندمايزيشن اللي انا بعمله؟ مش قلنا ان احنا نمنع البايز، نعمل الراندمايزيشن عشان نمنع البايز. نيجي ندور في الاجابات كده مش هنلاقي بايز. بس بصوا رقم سي كده، كنترول للكونفاندنج، كونفاندنج دي اللي هي انحيازات برضو للباي ديستريبيوتنج، ان انا اعمل نون وانون. هو ده فعلا كونفاندرز ايكوالي، واهم حاجه ايكوالي. طيب دي الإجابة الصح. regarding the randomized controlled clinical trial، random selection يعني إيه؟ random selection كنا قلنا عليها إن هو إن أنا أختار العينة من وسط عينة كبيرة، أعمل randomly selecting people من source population العينة الكبيرة عشان أكون
عينة سامبل بيبيشن اللي هشتغل عليه، فهي رقم سي. تمام. ايه هدف الراندوميزيشن بقى؟ هدف الراندوميزيشن يعني ايه؟ يعني هل الراندوم الوكيشن، راندوم الوكيشن زي بالظبط الراندوم سيلكشن، مش الراندوميزيشن خالص. راندوملي اساينينج سبجكت انتو كنترول اند انترفنشن جروب، ولا راندوملي سيلكتنج بيبول فروم ذا سورس بيبيوليشن فورم. دي لا، دي خلاص احنا اتفقنا ان دي سامبل، سامبل اسمها ايه اللي هي اللي فاتت دي، دي اتفقنا اللي هي الراندوم سيلكشن. ان انا ابص ابف، لا يبقى ايه؟ ان انا اوزع راندوملي للكنترول وانترفنشن جروب. تمام. ايه هي ميزه الدبل بلايند تكنيك في الراندمايزد كنترول؟ ايه؟ ان ما يمنع ما يحصلش representative of source population encourage participant. نقرا الاختيارات كده. ايه ميزة الراندوم ال ار سي سي تي؟ اول حاجة خلينا بس نجيب الفرشة. ايه هي اصلا ميزة ال ار سي سي ال دبل بلايند؟ كنا بنعملها ليه؟ كنا بنعملها عشان بريفنت البايز، يبقى رقم سي هي الاجابة الصحيحة. كنا عشان بنعمل بريفنت البايز كنا بنعمل حاجتين كمان، نخلي الاستودي بتاعنا تبقى كنترولد راندمايزد ودبل بلايند. كده انا خلصت، اتمنى ان المحاضرة تكون مفيدة.